ما هي حدود الحديث مع النساء الأجنبيات جزاكم الله خيرا؟ حدود الحديث مع المرأة الأجنبية أن يكون بقدر الحاجة، أن يكون التكليف لها بقدر الحاجة، كسؤالها عن شيء فيه مصلحة من بيع أو شراء، أو سؤالها عن شخص هل هو موجود أو ليس بموجود، وما أشبه ذلك مما تدعو إليه المصالح، وألا يكون ذلك بتبسط من المرأة يطيع فيها الرجل أو بصوت فاسد، بل يكون بصوت عادي معروف كما قال تعالى في نساء نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: فلا تخلعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ونساء المؤمنين يقتدون بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، تكلم المراه الرجال بقدر الحاجه وبصوت ليس فيه فتنه. جزاكم الله خيرا.